عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اجتماعا موسعا بعدد من ضباط الجيش الوطني بحضور رئيس الأركان العامة وأمر غرفة عمليات حوض مرزق وأميري الوحدات المشتركة في تطهير الجنوب. وأوضح مكتب الإعلام للقيادة العامة أن ذلك يأتي للوقوف على جاهزية كافة وحدات القوات المسلحة ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب في مختلف ربوع البلاد وخاصة الجنوب. يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها القائد العام بقيادة الجيش الوطني وإلحاقا لاجتماعه الاثنين بأميري المناطق العسكرية.